يعني هل كنت متوقع التكريم ده ولا جه مثلا مفاجأة؟ احكي لنا كواليس التكريم. ولا عمره جه على بالي أصلا خالص، ولا تخيلته، ولا في يوم من الأيام حتى جالي كطيف كده إن أنا ممكن أفكر فيه. أنا من الناس اللي مقتنعة بأنه العمل الخيري أو العمل التطوعي هو بيتعمل لي نية وتارجت كده لله فقط. بالظبط، ما تبقيش مستنية منه أي حاجة. أنت ما بتدورش مين شاف إيه ومين عمل إيه، أنت الحاجة الوحيدة اللي بتدور عليها مين اللي مستحق، والمصادر بتاعتك تقدر على قد ما تقدر إنك تقدر توفر حاجات كتيرة أو تحقق للمستحقين اللي هم محتاجينه على قد إمكانياتك. فإن أنا أفكر إن أنا كان ممكن أبقى في التكريم ده أو إنه حد حتى يبص على تستني خلينا نحكي زي شكرا ما كانتش ببالك ولا حتى على مستوى وزير ولا على أي مستوى. أنت عم تعملي كنت لإلك، يعني إمتى بلشتي بالعمل التطوعي دكتور؟ وكيف أجتك الفكرة؟ إيش كان السبب يعني بأول خطوة خطتيها في هذا المجال؟ بس أنا هقول لحضرتك حاجة، إحنا أنا يعني في القصر العيني إحنا بنشوف، أنا كنت بدرس في كلية طب القصر العيني تمام؟ أنت بتشوفي غلابة كتير، كانت البداية إن إحنا ما كنا بنشوف في كلية وفي المستشفى لما بدأنا ندخل الراوندات الناس بردانة بياخدوا رعاية طبية وإحنا بنتابع ومش عارفة إيه والأساتذة بتوعنا وكده. البداية كانت في تجميع كام بطانية ونبدأ نوزعها على الناس اللي مثلا أنا موجودة في قسم كذا مثلا في الجراحة أو زمايلي في قسم كذا، يعني مقيمين بنشوف العيانين باستمرار. فجت هنا البداية بتاعتها إن إحنا كنا بنعملها كده باي ديفولت. الطبيعي في أصل شغلنا إحنا دكاترة، لو في حد عندك كمان في البيت اللي هو الدادة مثلا ولا سواق ولا حاجة ولا حد من المساعدين محتاج دواء، ما أنت هتجيبي له، هتتصرفي عن طريق علاقاتك، هتحاولي شوية بشوية إنك تجيبي من شركات الأدوية. هي الفكرة كانت بإنه إيه اللي محتاجه اللي قدامك تقدري تديله. فبدأت بنبتة صغيرة، التطور بعد كده مشي بإن إحنا نبقى مجموعة صغيرة مع بعض بنتبادل الحاجات اللي ما بيننا، بنتبادل إمكانياتنا مع بعض ونركز في حتة معينة، تبدأ تتوسع. جيت في حوالي سنة 95-96 انضميت للروتر أكت، مؤسسة روترية. فبدأنا نتعلم بقى وقتها التنظيم كتنظيم، أنت إزاي تسيستم، تحط سيستم، إزاي تشوف المحتاج فين، تحدد الأعداد وبعدين تحدد الإمكانيات اللي عندك أو الموارد اللي أنت محتاج أن أنت توفرها. أنت ما ينفعش مكان تديله حاجات هو مش محتاجها، بيئة لبيئة بتختلف، مكان لمكان، محافظة لمحافظة، قرية لقرية، كل حاجة بتختلف. مزبوط. حتى إيفن في المرض، يعني في قرى يبقى ليها أمراض معينة، مدن أو محافظات ليها أمراض معينة غير أماكن تانية، غير في الصحراء، غير في المدينة، غير في القرى. مثل إيش؟ يعني ما عندكش فضول العمر؟ يعني صار عندي فضول صراحة أعرف. ما بالضبط أنا عايز أسألها، يعني هل في مناطق فعلا ليها احتياجات غير مناطق تانية؟ مثلا في مناطق تحتاج بطاطين، في مناطق مثلا تحتاج يتبنى لها سقف، في مناطق محتاج يدخل لها صرف مثلا أو مية والحاجات يعني دي كلها. حابين نعرف يعني الفرق بين كل منطقة ومنطقة أمراضا وبرضو احتياجاتا لو سمحت. هقول لحضرتك حاجة، دلوقتي إحنا مثلا احتياجات الأسقف أو احتياجات توصيلات المياه أو البطاطين أو المواد الغذائية والمواد الطبية أو الخدمات الطبية هي بتختلف من محافظة للتانية، من قرية للتانية، في حتة في الصحراء ولا حتة أقرب للمدينة. هو كله بيحتاج، كله فيه نسبة احتياج تمام، بس هي الفكرة أنت بتحققها إزاي. بمعنى في أماكن لما تيجي تعمل السقف فيها هتعمله لازم أسمنت، في أماكن أنك تقدر تعملها بجذع النخل على خشب على بلاستيك بطريقة معينة، ليهم تركيبة. سيوة بيعملوا سقف بطريقة معينة غير مكاترين بيعملوا سقف بطريقة معينة، على حسب الطبيعة حواليها، على حسب الطبيعة عاملة إزاي وعلى حسب المكان، هل هو مكان أقرب لقرى ولا هي حتت متنطورة في الصحراء شوية تمام.